قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلعل هذه أخطر اللحظات التي نمر بها في اعتكافنا. الحقيقة أن كثيرا من الناس لا ينتبهون لهذا المعنى، فبمجرد الانتهاء من صلاة التراويح يصبح الباقي كله نفلا حتى عند المعتكفين، طبعا ما سوى السحور، يعني بعد السحور حتى صلاة الفجر يجوز عند بعضهم أن تصلى وهو نائم، وبعد الفجر حدث ولا حرج، هذا يستلقي وهذا يعني ينام، وهذا في الحقيقة يعني غبن شديد. هذه اللحظات هي أبرك اللحظات التي جعلها الله عز وجل لهذه الأمة، أوقات البكور، وهذه الأوقات التي أمر الله عز وجل فيها بالتسبيح، لها عبودية خاصة. وإذا كانت الأمور بمبادئها فإن بداية اليوم ينبغي أن تكون عموما في حياة المسلم بذكر الله عز وجل، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذا وقت تنزل الأرزاق. وإذا صح لك اليوم من أوله على هذا النحو فإن اليوم سيكون مملوءا بركة. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. ومتى يركع العبد أول النهار؟ والوقت وقت نهي، بعد صلاة الفجر وقت نهي. يفهم من هذا أن الإنسان بعد صلاة الفجر ينشغل بأمرين: الأمر الأول أذكار الصلاة، وهذا عموما ليس له خصوصية في رمضان، لكن في رمضان التجويد والإتقان والتحسين والروح، أكيد أنه في غير رمضان يقول أذكار الصلاة، لكن أذكار الصلاة في رمضان ينبغي أن تختلف كما يختلف كل شيء في رمضان، يقول الأذكار بروح. الأمر الثاني أذكار الصباح والمساء، يبقى في أذكار الصباح والمساء إلى أن تشرق الشمس وترتفع، فإذا ارتفعت قام فصلى 2 ركعة، لأجل حديث الترمذي وفيه فضل عظيم: صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى 2 ركعة كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تحج وتعتمر كل يوم. والفضل الثاني الحديث الماضي: اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. فما بال بعض المسلمين يغيبون في هذا الوقت بالنوم والنعاس، لا شك أن الشيطان حريص على هذا. وإذا ساغ هذا لبعض الناس خارج المسجد فلا ينبغي أن يكون هذا في المسجد. لذلك من حزم السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يؤكدون على هذه المعاني، حتى كانوا يضربون أولادهم إذا ناموا في هذا الوقت لكي يربوهم على هذا المعنى. أنا خايف تكون نايم وانت بتسمع الكلام ده، والمشكلة مش في اللي قاعدين أمامي، يعني المشكلة في أصحاب الغرفات ولا فيعني من بذل النصيحة والأمر بالمعروف أن كل واحد يعني يتفقد صاحبه، أنت نايم ولا مش نايم؟ يقول له أنا نمت من زمان، فيصحيه، لأن عندنا يعني تنبيها مهمة. وهذا الكلام لن نكرره، لكن هذا منهج سنسير عليه إن شاء الله على الأقل لهذه 10 أيام حتى نتدرب على الخير، إذ الخير عادة، يعني الخير عادة، لو عودت نفسك الخير ستعتاد. الذي يتعود الجلوس للشروق لو لم ينم طوال الليل
ليس معنى هذا أنه سينام بعد الفجر، لا، لا يستطيع أن ينام، لأنه لها لا يعرف نفسه في هذا الوقت إلا في المسجد. ولهذا حتى لو كان سهران كما في حال المعتكفين فإنه لا يسمح لنفسه أن تنام إلا بعد صلاة الضحى. وصلاة الضحى هي صلاة الإشراق، هي صلاة الشروق، المعنى كل واحد. نعم، إذن اتفقنا إن شاء الله أننا يتفقد بعضنا بعضا بكل تلطف وبكل يعني إحسان وبكل دعابة. أحيانا واحد نايم أنت تمشي كده وتعمل نفسك ما خدتش بالك وتخبط فيه، يقوم هو يصحى وانت طبعا قاصد تخبط فيه، بس ما تعملش كده مع اي واحد، يعني مع صاحبك اللي هو ممكن يتحمل منك والا تبقى مشكله، يعني خليك حكيم. المهم ان احنا نتفق على هذا بالذات اخواننا الذين في الادوار العليا، وهذه الغرف الادوار العليا يعني علو في المنزله ينبغي ان يكون لهم من اسمهم نصيب. اذا انتهينا من هذه ندخل في اخرى، يعني إذا إحنا انتهينا في قضية إحنا بعد ما نخلص هتبدأ تقول أنت الأذكار من الأول خالص، من أول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وإياك وطريقة الغافلين هذه 99 مش 33. أنت طول السنة شغال كده، لا ركز، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والوقت معاك، وقد تجدد تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وهي مجتمعة بحيث يحصل تدفع هذه الرتابة. ثم بعد أذكار الصلاة تبدأ إن شاء الله في أذكار الصباح. واختلف أهل العلم حتى تعرف أن القضية محل اهتمام عندهم، هل الأولى أذكار الصباح والمساء ثم تتمة الأذكار المطلقة إلى الشروق، ولا تخلص الأذكار بسرعة وتقرأ قرآن باعتبار أن القرآن من أفضل الذكر؟ قال بعضهم الأمر واسع، تخلص الأذكار وتقرأ قرآن، وقال بعضهم بل الأكمل والأولى والأحسن أن هذا وقت الذكر ثم يعني القرآن بعد الشروق. والظهر أن هذا حال يعني أصحاب الذكر الذاكرين فعلا، هذه حصة الأذكار. فإذا انتهى من أذكار الصباح المحفوظة ينشغل بأذكار الصباح المطلقة، كأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يدخل في شوط من الاستغفار بأي صيغة من الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل في يعني التهليل 100 مرة ونحو ذلك إلى أن يأتي الوقت. فنحن نتواصل بهذا ويتفقد بعضنا بعضا. بقي شيء آخر مهم ليس أقل أهمية إن شاء الله تعالى، وفيه تربية لنا على معنى فقدناه، فليت يعني النائمين يستيقظون. نحن نقول نحن قوم يعني نأخذ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ماذا نأخذ؟ الكتاب والسنة. الحقيقة أن كثيرا من طلاب العلم فضلا عن يعني عموم المسلمين صاروا بعيدين عن السنة، بمعنى أن يعيش الرجل وربما يموت ولم يقرأ كتابا كاملا في السنة. تلاحظون هذا ولا ما تلاحظونه؟ كلنا يقرأ القرآن، لكن من الذي قرأ البخاري أو قرأ يعني صحيح مسلم أو قرأ يعني الكتب الستة أو قرأ غيرها؟ في تراجم أهل العلم لا بد أن ترى أنه سمع الكتب الستة من فلان أو قرأ سنن الترمذي على فلان وانتهى منها إلى باب كذا ومات فلان هذا ثم أكمل على شيخ آخر. فالحقيقة أن العناية بالسنة صارت عند كثير ممن ينتسبون إلى السنة عناية كلامية، فهو يدرس ويقرأ في أبواب كثيرة غير السنة. من هنا توجهت النية منذ إعادة افتتاح هذا المسجد المبارك إلى مشروع مهم ينبغي أن يحرص عليه المسلم عموما وطالب العلم خصوصا، وهو مشروع قراءة الكتب الستة بأسانيدها حتى يتضلع العبد من معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم
كما أنه يقرأ القرآن ومتمرس بالقرآن ينبغي أن يتمرس كذلك بالسنة. ومن هنا يعني نحن لنا أكثر نحو شهرين نقرأ دقائق معدودة كل يوم. قد تقول وما الفائدة وأن الكتاب ليس معي؟ كان إخواننا يأتون بالكتب وهذا لا شك أكثر تركيزا. حتى لو لم يكن معك الكتاب اعتياد سماع السنة هذا في حد ذاته عبادة. ثم إنك تألف الأحاديث وتألف رواة الأحاديث ويعني يكون عندك مرور على عامة أبواب السنة وفيها تنوع كتب السنة. يأتي كتاب الإيمان بعده كتاب الوضوء والصلاة والعبادات ثم يدخل في المعاملات ويأتي في الوسط التفسير وفي الآخر الرقاق وبالتالي يحدث يعني تنوع. قد لا تصلك الفائدة في البداية لكن إذا أدمنت هذا وصلت وضبط ثم فوجئت أن انتهى كتاب البخاري تقول سبحان الله أنا سمعت كتاب البخاري كله. ثم نبدأ في كتاب مسلم تقول سمعته كله. ثم نبدأ في أبي داود فالترمذي فالنسائي فابن ماجه. أترى بعد هذه الرحلة الطويلة؟ ولا شك إن إذا أعطاك الله العمر فالوقت موجود أنت عايش. لا شك هذا يعطيك نوع من العناية بالسنة عناية حقيقية. تسمع الحديث بعد هذا تقول الحديث هذا مر علي في البخاري. وقد تقول ليس في البخاري هذا أنا ضابط المسألة. تسمع الراوي من الرواة تضبط كيف تتكلم بلفظه بدل ما احنا بنغلط في أسماء الرواة. إذا سمعتها باستمرار سيصبح بينك وبين رواة الأحاديث يعني علاقة كعلاقتك بأخوالك وأعمامك وأبناء عمومتك. تقول هؤلاء وقد تسمع من يقرأ الاسم الراوي خطأ فتقول له لا هذا ابن معدي كرم وليس معدي يكرم. هذا عبدان وليس عبدان. هذا أبو إسحاق السبيعي ولا تقل السبيعي. السبيعي غلط. هذا اسمه عبيدة السلماني لا تقل عبيدة. عبيدة آخر. أما هذا السلماني عبيدة. هذه فوائد تأتيك من كثرة السماع. وقد تحفظ أحاديث كثيرة بهذه الطريقة. على كل حال نحن اخترنا يعني هذا المسلك في رمضاننا هذا. نحن يعني قد بدأنا منذ نحو شهر. لعلك إن شاء الله تعالى أن تواصل معنا فتستمع إلى كتاب صحيح البخاري. ولا شك أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. سوف لنأخذ وقتا طويلا لكن كي نثبت هذا المعنى وكي ندخل في مشروع العناية بالسنة حتى نكون صادقين في انتسابنا إلى السنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. نحن عندنا قال الله نقرأ القرآن كثيرا ولنا اشتغال وعناية به وعندنا قال الصحابة. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون قليلا عندنا حتى أن كثيرا من الناس ما يدري يعني كيف يعني ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكثر في العوام وفي أشباه العوام بل في بعض من ينتسبون إلى العلم أن يقولوا الحديث اللي فيما معناه فيما معناه فيما لأنه لا يضبط الحديث. إذن يعني ونحن لن نشرح فقط مجرد المتن كما اعتدنا واعتاد إخواننا الذين معنا في الفجر من أول الشهر. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن عمير عن قزعة قال سمعت أبا سعيد أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحا فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول له إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا إن صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. باب من أتى مسجد قباء كل سبت. حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. باب مسجد بيت المقدس. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني. قال لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. آخر هذا الباب، ويأتي إن شاء الله تعالى أبواب العمل في الصلاة. الحمد لله رب